السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. طبعا احنا بقالنا فترة طويلة يا جماعة مبنرفعش اي فيديوهات على القناة هنا. احنا حاليا بس شغالين في السمان ان شاء الله والبطاريات، وهنوري لحضراتكم البطاريات اللي عندنا والشغل اللي عندنا. وعندنا طبعا دورة سمان زي ما انتم شايفين، النهاردة عمر حوالي 22 يوم ولا 23 يوم. طبعا احنا بقالنا فترة موقفين القناة بتاعتنا كلها، بس كان معانا كام طلبية سمان، بطاريات للسمان وشغل تحضين، وكان معانا برضو طلبيات فراخ، بطاريات للفراخ. فان شاء الله في الفيديو ده هنوريكم بس شوية حاجات اللي موجودة عندنا والبطاريات اللي موجودة ان شاء الله. وبإذن الله تعالى هنبدأ نشتغل على القناة دي بإذن الله في الأيام اللي جاية. وزي ما احنا شايفين دي بطارية 4 أدوار، عاملينها برضو لتحضين السمان أو الفراخ البلدي أو الفراخ البيضة، من عمر يوم لحد عمر مثلا 8 أيام 9 أيام في الفراخ البيضة. ومش هينفع نقعد الفراخ البيضة في الحضانة ديت بعد العمر ده. الفراخ البلدي ممكن تقعد في البطاريات ديت لحد ممكن عمر 10 أيام أو 15 يوم بالكتير أوي. طبعا بننقل الفراخ في بطاريات تانية بتكون التهوية بتاعتها أعلى من كده بكتير، وبتكون متفتحة برضو عشان تناسب الفراخ في العمر بتاعها. طبعا احنا هنا بنوريكم شغل السمان بتاعنا. الفيديو ده بس كده جاي باختصار، بأن فترة طويلة ما بنرفعش أي فيديوهات على القناة بتاعتنا. طبعا لو انت بتابعني من زمان فهتلاقي في وصف الفيديو رابط القنوات التانية، تقدر برضو تبص عليها، عليها شغل كتير وعليها فيديوهات كتير ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. سواء انت كنت مهتم بمجال السمان او الفراخ البلدي او الفراخ البيضة، او بتسأل على البطاريات والحضانات للفراخ، برضو كل ده ان شاء الله هتلاقيه موجود في القناة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين ده كده اخر دور، هنوريكم برضو البطاريات اللي موجودة عندنا. طبعا يا جماعه احنا برضو بنبيع شغل البطاريات اللي احنا بنعمله، يعني في بطاريات بنعملها للفراخ والسمان هنوريها لكم برضو، هنوريكم بعد كده ان شاء الله الشغل اللي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت دي كلها. الشغل ده احنا بنبيعه عادي. وفي بقى حاجات اللي هي بسيطه كده، دورين زي ده كده يا جماعه. وفي اللي على اليمين ديت بطاريه تعتبر شبك بدرج ثابته بعلافات بره خارجيه. هنا برضو احنا حاطين سمان برضو تاني. طبعا دي البطاريه ديت او السلاكه ديت الارضيه بتاعتها خشب، المقاس بتاعها حوالي 80 سنتي في عرض 60 واللي تحت متر في 60. الاتنين دورين حاطط فيهم شويه سمان، تنفع برضو للفراخ البلدي وتنفع للفراخ البيضة، بس احنا بنعمل شغل افضل من كده بكتير. والشغل ده مناسب للناس اللي ما عندهاش اماكن كبيره تقدر تربي، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل جميع المقاسات، وبنحاول نشوف الأصلح للتربية الفراخ البلدي أو الفراخ البيضة أو السمان، وبنحاول إن احنا نعمله إن شاء الله. فبإذن الله هنوريكم شغل البطاريات في الفيديو اللي جاي وشغل الحضانات اللي احنا طلعناها. ولو في حد من حضراتكم محتاج أي حاجة من الحاجات ديت مفيش أي مشكلة، يتواصل معانا وهسيب لكم جروب الواتس بتاعي تحت الفيديو هنا. لو حد من حضراتكم محتاج ان هو يتواصل على سمان او فراخ او بطاريات كمان مفيش اي مشكلة ان شاء الله، ونشوف حوار التوصيل باذن الله هيكون سهل باذن الله. دي كده دفعة الفراخ السمان اللي موجودة عندنا عمر 23 يوم النهاردة، اللهم بارك. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنزل لكم صور، او في الفيديو اللي جاي هوريكم شغل البطاريات اللي احنا عملناه في الفترة اللي فاتت. كل سنة وحضراتكم طيبين. اخوكم محمد سعيد، تربية الفراخ البلدي. شكرا للجميع.